مين الممثل اللي هو بيحبه، يا اما لانه اشتغل معاه او حد نفسه يشتغل معاه؟ قول. عايزه اشتغل مع استاذ تامر حسني واحمد السقا، وعايزه اشتغل مع استاذ باسم سمره واستاذه مي كساب واستاذه دينا الشربين. ده كل الممثلين؟ كل دول. ماشي اوكي. وانت يا ادم؟ انا ان شاء الله يعني حلمي ان انا اشتغل مع استاذ عادل امام واستاذ محمد هنيدي واستاذ امير كراره واستاذ احمد عز واستاذ تامر حسني. كل مصر كلها. انا نفسي اشتغل مع احمد حلمي جدا جدا بجد. هو جميل، هو جميل. انت محاضره اولا، انا عارفه ان كلكم اشتغلتوا مع نجوم كبار جدا، انا متاكده ان انتوا بتحبوهم، بس احنا نتكلم ايه اللي ما اشتغلتوش معاه. استاذ تامر حسني، استاذ احمد حلمي، منى زكي، دينا الشربيني. كل دنيا سمير غانم انا ما مثلتش معاه قبل كده، بس انا بحبها قوي. قمر، دنيا سمير غانم، قمر، نور، واستاذ خالد النبوي. خالد النبوي ونور النبوي، انت مثلت معاهم وحابب تمثل معاهم تاني؟ عظيم جدا.